السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مني يوسف النقيب، ومراجعتنا اليوم للصانع الألماني مون بلو، حيث قرر الدخول لعالم الساعات الذكية بإصدار أول أطلق عليه سوميت 1. وضعت الشركة لمساتها الخاصة اللي تخلي مرتدي هذه الساعة يشعر بتميز. خلينا نتكلم عن وجه الشاشة، كان من الكريستال السفيري لأول مرة في عالم الساعات الذكية، وكان فيها نظام بوصلة وتحديد الارتفاع. واليوم كان لنا شرف زيارة بوتيك مون بلو باريس جاليري ريتسي مول مقابل بوابة 8، وعمل مراجعة على سوميت 2 اللي حصلت على تغيرات على مستوى المعالج والذاكرة الداخلية والبطارية. أبرز المميزات اللي موجودة في الساعة: سريعة الشحن، خاصية الجي بي اس، تم تغطية وجه الشاشة برضو بزجاجة من الكريستال السفيري، فيها نظام دفع جوجل NFC، نظام خاص بتنظيم الرحلات راح أتكلم عنه في فيديو منفصل، نظام الجيروسكوب والبوصلة، نظام الترجمة، ومقياس لتحديد الارتفاع. وراح يطلعنا الأستاذ محمد الله يعطيه الصحة والعافية ببعض المعلومات عن هذه الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الأستاذ محمد من شركة مون بلو. إيش تقدر تفيدنا أستاذ محمد عن ساعة السوميت 2 من مون بلو؟ أهلين، طبعا شرفتونا. والسوميت 2 معالجها طبعا 3100، أحدث معالج للساعات الذكية، والرام طبعا 1 جيجا، والذاكرة الداخلية 8 جيجا، والبطارية تجلس معك أسبوع، والشاشة أموليد طبعا من أحسن الشاشات اللي موجودة حاليا في أي ساعة ذكية. طبعا عندنا أنواع الجلود: الجلد عجل البقر الأسود والأزرق، وفي النايلون الأزرق، وعندنا الستيل الأسود اللي هو البلاك إديشن، وفي الستيل العادي الفضي المعروف، وفي وقطرة طبعا 42 ملي. سحبنا الشاشة من اليمين لليسار، بيعطينا الثيمات اللي جات مع نفس الساعة أو الثيمات اللي انت حملتها، كل اللي عليك انك تختار الثيم. وانسحبنا الشاشة من تحت لفوق، بيعطينا الإشعارات اللي جاتنا عن طريق الجوال، وأيضا نتحكم في الموسيقى، وكمان يعطيك التقارير اللي موجودة عن طريق الساعة حسب ظهورها طبعا. والزر الجانبي في الوسط اللي عليه شعار المون بلو بيدخلنا على مسألة البرامج والإعدادات اللي موجودة عندنا في الساعة. طبعا من المعروف انه فيها الهارت ريت، تقيس نبضات قلبك من هنا. العملية تقريبا تستغرب اقل من دقيقة يعني، ويطلع النبضات. طبعا بتكون هي always on screen، لو خليتها شوية كده حتطفي، بس حتبقى على الباور مود السيف مود. الفكرة من الحاجة هذه انه تقلل الاستضاءة اللي موجودة عندنا في الشاشة لجل تحافظ على البطارية اكبر فترة. مون بلو باريس جاليري بوابة 8 فريتسي مون. تلخيص سريع لأبرز المواصفات: معالج السناب دراجون 3100، ونتكلم كمان عن البوصلة وبرنامج تنظيم الرحلات والترجمة، وكمان نتكلم عن البطارية. البطارية لمدة أسبوع في وضع الوقت فقط، ولكن إذا كانت على الاستخدام العادي للساعة راح يكون من يوم إلى يومين بناء على استخدامك. شكرا إدارة مون بلو باريس جاليري لإتاحة فرصة عمل هذه المراجعة، وتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ محمد على الجهد المبذول. تهمني آراءكم وتعليقاتكم حول هذه الساعة. كان معاكم يوسف أحمد النقيب، استودعتكم من لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.